الناس يعرفوا شنو كاين، ديك الشيء اللي بغيتي تقولي باش يكون مفهوم. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم من جديد في مباشر جديد من منطقة مولاي رشيد. سمك الله سكينة. احنا الان في ضيافة ديال الاخت سكينة اللي عندها مشكل شوية صعيب ما مفهومش شنو الاسباب ديالو. المشكل اللي وقع بينها وبين الاب ديالها اللي طاردها من البيت ديالها ديالهم، طاردها هي والخوت ديالها. الاب ديالها مطلق مع الام ديالها، وهاد السيدة كانت مقابلة الجدة ديالها يعني في منزل واحد. ملي توفات الجدة الأمور تبدلات، لأن الأب ديالها تزوج بسيدة أخرى على قول سكينة بأن هي اللي حرداتو باش يخرج ولادو من الدار. وداك الشيء اللي كان يعني طرد ولادو يعني في أيام الحجر الصحي في البداية ديالو، طردهم والمعاناة مازال مستمرة. سكينة يعني خدامة على راسها، لأن حتى شي واحد ما بقى في كثافة، فملي كتخدم كيمشيو كيهجموا عليها يعني، أو كيحرضوا الناس اللي خدامين عندها اللي خدامة عندهم. كاينين شكايات داروا من الأب ومن البنت خالو اللي قالت بأنها كانت باغات تسمصر فيك، كانت باغات تقدمها يعني في هادشي ديال الدعارة. المهم هادشي كامل غادي تحكي لكم، لان الامور انا براسي باقي ما فهمتش واش كاين شي اب كيدير بحال هادشي اللي كيطرد الولاد ديالو. الولد ما كانوش عارفين، كنتي قلتي انه واحد الوقت اني غبر ما بقيتوش عارفين فين كاين، وانتي ما لقيتيش فين تمشي. المهم عاودي شنو كاين. السلام عليكم مشاهدين. صوت. السلام عليكم مشاهدين، معكم سكينة الكندي بنت المحجوب. اليوم عندي لكم القصه ديالي. انا كنت عايشه مع الاب ديالي والام ديالي. جات واحد الوقت رحت السعوديه وجيت، فجيت لقيت هو تزوج ومنع عليا باش ندخل الدار. كنت مشيتي انت والام ديالك للسعوديه؟ لا، كنت مشيت بوحدي انا للسعوديه. كنمشيت على خدمه، فاش مشيت تما كنت كنصيفط له الفلوس. كنت كتصيفط له هو الفلوس؟ كنت كنصيفط له الفلوس. ديك الساعه مازال مزوج مع الام ديالك ولا مطلقين؟ لا، مطلق منها. فاش كنقول لي راه واش انت مجوج، كيقول لي انا كمان مجوج. هذا الاب ديالك يعني؟ الاب ديالي. فاش كنقول لي واش انت مجوج، كيقول لي انا كاع ما مجوج. فاش نزلت علاش كنت كتسول هذا السؤال؟ كانوا الناس كيقولوا لي بلي باك راه تجوج. يعني ملي كنت كتصيفط لي فلوس من تم؟ فاش كنت كنصيفط لي فلوس كيقول لي انا غير امي مريضه وهادي. كيقول لك صيفط ليا؟ كيقول لي صيفط ليا 5000 درهم 6000 درهم كنت كنصيفط له. واحد النهار قال لي صيفط لي 300 قلت له ما فيش في الاستطاعه ديالي. من وراها فاش نزلت المغرب عيطت للمطار قلت لي انا راه نزلت شوف بغيت نجي للدار. علاش جيتي المغرب؟ ما قوت ما بقيتش كنصيفط في الفلوس. يعني خدامه غير باش كتصيفطي وصافي؟ خدامه غير باش كنصيفط له وصافي. علاش كتصيفطي؟ باش يجمعهم لك ولا باش كتصرفي عليه؟ كنصيفط كيقول لي انا كنخزن لك باش ديري الدار، وكنداوي امي راه مريضه. اللي هي جداتك اللي كنتي انت اصلا كنتي مقابله. ملي نزلت المغرب قال لي ممنوع لك تدخلي الدار. ملي جيت للمغرب قال لي ممنوع تدخلي الدار. وانت كنت كتصيفط لي فلوس للاب ديالك؟ اها. علاش علاش ممنوع؟ هي ممنوع تدخلي الدار. مرتي قالت لي ما تدخليش حتى الدار. مرتو قالت لي ما تدخليش الدار. وانت امتى عرفتي بانه تزوج الاب ديالك؟ انا عرفتها فاش كنت تزوج. شغلو هذا كاين يطلق الام ديالك يعني يعيش حياته ويتزوج فوالا. غير هو فاش كنت كنصيفط فلوس كيقول لي انا كاع ما مجوج. اصلا هو خدام كيشرب 1000 درهم في الشهر. ابار انه عنده واحد الصالير كيدخلو كل نهار من 200 300 درهم في النهار ديالو. 200 300 درهم في النهار ديالو. ديال اش هادشي؟ كاينه التدويره كيعطيو تدويره، كاين اللي كيعطي فلوس، يعني شحال من حاجه هكا. مرسى ماروك. بدون ديك الاسماء الشركات زيدي. فاش نزلت انا قلت له انا جيت ما يمكنش لك. فاش جيت نعرف عيطت لي زوجة الاب ديالي قالت لي راه قالت لي ما تجيش الدار. راه ممنوع لك.
المهم المهم مسكينه فاش سمعات قالت لهم بنتي تجي عندي الدار، ولا كانت الموت غتجي غتجيبيني حتى هي. هذه الجده ديالك؟ اه. نهار اللي جيت انا المغرب لقيت هي اصلا مريضه بزاف، عندها القلب، عندها عقم بوشي، ما كي اصلا فلوس كنت كنصيفط لها عمرها ما عطات حتى درهميه. ما كانش كيصرف على الام ديالو. فين كنت كنصيفط انا الفلوس؟ وانت لقيتي شي حاجه جا معاك ولا والو؟ قال كيقول لي حاليا انت عمرك ما عطيتيني شي حاجه، وعمرك ما عطيتيني شي حاجه. هذا نكرك. وعمرك عمك يعني ما عطيتيني حتى ربع دريال باش جبت حتى فنيده. انه كنعطيني عاد الله انه غيكتب لي ابارتمان ديالو. خايب عندي 5 مليون. وقال لي النهار اللي غادي تشوفوا الوالدين غنقسموا الحق، غتاخذي ابارتمان ديالي هنا وغتكتبيها في سميتك. هذا الاب ديالك؟ الاب ديالي. النهار اللي قلت له انا غير عطيني غير فين نسكن، كيقول لي انت اصلا ما عطياني والو، وما عندي حتى شي ورقه بيني وبينك وشي حجه ولا شي دليل. انا كان بيني وبينه غير الام ديالو والام ديالي. هو الاب ديالك كيفاش كانت بينه وبينه؟ ما كانش زعما حتى شي ورقه، يعني الاب ديالي ما كانش بينه وبينه حتى شي ورقه. الام ديالو قال لها انا غادي ناخذ هاد الفلوس غنحطهم في الكونت ديالي في البنك، وانا حقا ضامنه ليها، يعني عمرها ما غتضيع في الزنقه. دابا فاش كنقول له عطيني فين نعيش كيقول لي لا. وكان كيقول جداتي انا نهار اللي غتموتي كوني هانيه عليها، انا نهار اللي غتموتي انا اللي غنجي عليها من الدار. انا سكينه مسكينه. الاب ديالك؟ اه. ما فهمتش هادشي كتقولي لي انا. كيقول انا اللي غتموتي انا اللي غنجري عليك. قبل ما تموت كانت وصلت ولدها ان واحد ما يجري عليا من الدار ونبقى عندهم في الدار. يعني قبل ما تموت هي كانت عارفه انه غادي يخرجك مثلا؟ كانت عارفه انه يخرج. علاش؟ وانت بنته. واخا بنته. واش هذا الاب ديالك؟ اها. فاش ماتت هي بغيت نخرج انا ما قزامي، قال لي ما تخرجيش، ام ساقطه عليا الا خرجتي انت من الدار. المشاكل اللي عندي بيني وبينه هو انه مرات ما تخلينيش في الدار، خرج من الدار انا مشيت عند صاحبتي. يعني خرجك؟ يعني خرجني من الدار، ما خرجتش نبقى عنده في الدار. مرات بغات تبقى غير هي وياه. انا خرجك انت بوحدك ولا انت وخوتك؟ ديك الساعة خرجني غير بوحدي. اها. ماتت الجدة ديالي في الاخر ديال شهر جوج. فاش دات كورونا انا خدمت، قبل ما تبدا كورونا خدمت انا، رجعت المقال اللي كنت خدامة فيها. هاد عام وانا باركة غير نقابلها غير هي. كنت وياها ما تخدمي ما والو، انا اللي بغيتيها انت الدار كاينه كلشي كاين. جداتك؟ ما كانش خاصني حتى شي خير معاها، كنت انا السلطه كامله ديال الدار كانت في يدي انا. اللي بغيت يدخل كيدخل، اللي بغيت ما يدخلش ما يدخلش. ما كانش كتبغي شي واحد يقلقني، لدرجه انا قالت للاب ديالي الا ما عجبكش الحال غتخرج من الدار وتخلي لي بنتي. حاج ناض لها وقال لها تخرج بحال هكا وما تبقاش عندي. وهذيك الدار ديال من؟ الدار ديال المرحومه. ديال جداتك؟ دابا هو غير وارث من الام ديالو. غير وارث. فاش ناضت باش تكتب ليا بيت انا وواحد ولد عمي باش ما نخرجش من الدار، ناضو ما بغاوش ليها. قال لها هو واحد خوه الا بغيتي تكتبي لهم هما خصك تكتبي ليا حتى انا. علاش هي غتاخد؟ ما تاخدش هي حتى شي حاجه هنايا. ناضت باش ماتش في الاول ديال كورونا انا خدمت، خرجت من تما خدمت. وليت كنعطي الفلوس هو الفلوس ولاو باغيني. يعني المشكل ديال الفلوس، يعني ملي كنتي كتصيفطي للاب ديالك فلوس باغيك. اه. ملي ما بقيتيش كتعطي فلوس. نهار اللي بلاكت انا في الاسبوع الاول، نهار اللي حبسوا عندنا القهوه وسدوها، جيت للدار قالت لي انا ما عجبكش الحال الباب، خرجي من عندي. يعني انا الفلوس اللي كانوا عندي كامل ما خدوهم هما، بقات عندي حتى شي حاجه، هو الزوجة ديالو. شحال في عمرو الاب؟ غتكون عنده 46 47. مازال صغير. والزوجة ديالو؟ كتقول هي عندها 37 عام. يعني كبر منك؟ كبر مني هي. ما مفاهمينش نتوما؟ ما كنت فاهمه انا وياها، كنت ما كنخلي ما نجيب لها، ولكن اللي طرا ومبقاتش بغاتني في الدار. هي بغات لي خديتها انا خصني ناخذها ليا، ما خصنيش ناخذ لي انا ناخذ لها هي. كنا عندها هي. بحال بغات هي تسولها. انا اللي نخدم في الدار ونخدم في الزنقه. وانا ما نقدرش نخدم في الدار ونخدم في الزنقه. انا خدمت كنجي فيها مع الطلاب في الليل، وهي خاصك تخدمينها في الدار وتخدمينها في الزنقه، هي خاصها خدامه. هي كانت عنده واحد بنت خالو، مرتو مرت خالو. مرت خالو؟ مرت خالو. كانوا بغاو يدوني عند واحد في ازمور. مرت خالو؟ مرت خالو. هي وبنتها. واش كانوا باغيين؟ يدوني عند واحد في ازمور. واحد؟ واحد نمشي نضل عنده تما في الدار ديالو. خدام عنده؟ لا. غير صيفطني عنده وقالت لي غتجيبي من عنده فلوس،
غاتمشيو غيتلافك تما. انا فاش كانت ديك الساعه جدتي باقا حيه، مشيت عند جدتي وليتها مكالمات وليتها الاوديوات، قالت لي بنتي انا شكون عطاك هادشي؟ قلت لها عطات عليا فلانه رشيده، قالت لي ديري وديري وديري وديري. حبستها جدتي من الدار. واش الدعاره؟ اه يعني بغات تصيفطك هادشي واحد. بغات تصيفطني عند واحد مقابل تاخذ ليا الفلوس ونتخلص انا. تاخذ ليا الفلوس وتخلص. اها كملي زيدي. جدتي حبستها من الدار. مرت خال الاب ديالك. مرت خالو هو. اها. ما بقاش كتخليها تدخل اصلا الدار. اها. فاش هي ماتت رجعت هي هي والاب ديالي فاهمين. هي كتحرد من جهتها ومرتو كتحرد من جهتها. عندي معاهم جوجهم. هو كيسمع كلمة مرتو. إلا قالت لي موت موت قالت لي حيا حيا. كيبغيها. فلوس. ما كيبغيش هذاك شي واحد. وعمرو ما غيبغي شي واحد. هو مو فيها الموت وما عرفهاش. خلاها وطلع ناس. الأب ديالك. اه. أم ديالو أنا كنبكي عليها. كنقول لهم راه فيها الموت. هو طلع نعس. خرجت نروح مع جوج ديال الليل. طلعنا عنده قلنا ليه بطرة أم ديالك ماتت. كنت تخيل هذاك السيد ما بطش الست الصباح. الأب ديالك هذا. أنا ديما غنبقى نسول الأب ديالك لأن هذا الشيء يبان ليا. الأب ديالي والأم ديالو هذيك اللي كانت على فراش الصباح فاش كانت إجت ليا مرتو راه كنا عارفين غادا تموت. قلت لها فاش كنتو عارفين غاتموت على الأقل غاتبركو لوحدها راسها وغاتطلبو السماحة. المرحومة قبل ما تموت قالت لي أنا جوج ناس ما يشوفونيش وما يتواعدوش معايا. كانت أول وحدة فيهم هي. وفعلا ما خليتهاش تواعدات معاها. نسي. اه. علاش؟ كانت حشومة. ساخت. نو. علاش؟ جداتي قالت لي الله يرحمها أنا ساختك 180 إلا هي شافتني. ولا سامحت معايا. وإلا هي ما حسناش بها هذيك السيدة، كون حسنوا بها ما غطلبش هي هذيك السيدة اللي على فراش الموت. ما غطلبش بان هذوك الناس ما يشوفوهاش. يعني ما كانوش مالين فيها. اه ما حس ما كانوش كيشوفوها اصلا في وجهها. ما يشوف شي واحد. مسكينه كانت كدير فلوس تحت المخده كانوا كيدوا لها عيالها ولادها. كانوا كياخذوا لها فلوس من تحت المخده ديالها. من تحت المخده ديالها. حصلت مرات ولدها كتهز لها الفلوس من تحت المخده ديالها. عمرهم ما عرفوا هذه السيده. لدرجه دارت لي كوش ومرات واحد في ولادها ما عرفها. ولادها. اه. ماشي الاب ديالك يعني كلشي. كلشي وهذا كنقول لك انا الاب ديالي كتقول لي انا مريضه وعلاش فاش مش كتقول لي انا نموت بين ايد بنتي سكينه هي كانت عندها بنت وماتت في 97 كتقول لي في ايد بنتي سكينه كيقولها بنتي غتخرج انا ما عنديش بنات علاش هادشي وانتي ما عندكش البنت شنو المشكل بينه وبينك بينه وبينك بيني وبينو اه الاب ديالك مرتو فاش دخلت إلا قبل ما يتزوج بهاد السيدة كانت أمور مزيانة كانت أمور مزيانة وكيبغيني نكون في الدار قوت ما كان كيشكرني أنا يمكن لا هي كرهتني قوت ما كان كيهضروا عيالات عمامي بلي أنا للكل في الكل عندها جداتك أه كل في الكل أنا عندها حاولت هي تخرجني من الطريق ديالها دابا شنو خارجة دابا خرجوك من الدار خارجة خارجة من الدار من شهر ثلاثة وأنا كنت غير عند صاحبتي أنا يلاه كريت دابا جيت 3 شهور ما كانش لاقيه في نعيش هو جرى على الاخ ديالي في الاول ديال رمضان جرى على خوك حتى هو من الدار في الاول ديال رمضان انا مشيت عنده قلت لي بغا ناخذ حوايجي ماشي جيت ومشيت عنده صيفطت في الاول الناس صيفطت خالو صيفطت خوه صيفطت مرت خوه كيقولوا ما عندي ولاد ما عندي حوايج باش ترجع للدار لا كلحتهم انا ما عنديش حاجه كنعرفكم بها واش كاين شي واحد كيسمح في ولادو لا هذا يسمح في ولادو ولكن الا جبتي لي الفلوس ما يسمحش فيهم باباك اه الاب ديالي الاب ديالك اه كملي الا جبتي لي الفلوس انت راه الحب ديال حياته الا جبتيش لي الفلوس راه ما كيعرفكش قالك شي اللي بغا هو يولي قافك هو فاش عنده بغيت ناخذ حوايجي ضربني ضربني بالدرجه ان الطوموبيل تهزت لها جوج ديالها ناض واحد كيف كنت على عليه في الزنقه يعني بلا ما نوصل الكلام اللي قالوا اصلا طاح واحد النيفو بزاف تحت ناض واحد كيقول يعني بنتك كيقول ما عنديش ولاد انا قال ما كانتش بنتك يعني وليا قال ما كنعرفش هادشي يعني خرجك من الدار ما خافش عليك فين غادي تمشي ولا عاد ما غادي تبركي ولا فين ما يخممش هادشي تبقى في الزنقه ولا والو
كانت خدامه معايا انا جات عندي انا. يعني كانت خدامه معاك؟ كانت خدامه معايا انا جات عندي انا، هي كانت خدامه معايا قبل. وكانت بخير، كتجي للقهوه نص نهار كنخدم فيه انا كتمشي هي للخيريه. انت كنتي خدامه في قهوه؟ كملي. حيت خدمه الخياطه ما قدرتنيش مع ماما. شحال كتشدي في الاسبوع؟ 400 درهم 500 درهم، انا في قهوه كنشد كثر. هو ما تقدوش معايا، هو خاصو الفلوس كميه اللي شد في الفلوس هو كثر من الكميه ما خاصك تعطيه. فهاد الاسبوع عاد من وراها ضربني، مشيت انا. هاد السيمانه؟ لا فاش كان ضربني انا مشيت انا. فهاد السيمانه هذا كيوصلني استدعاء من ناعم كيقول لي باك داير بك شكايه. دار بك شكايه الاب ديالك؟ دار بك شكايه دعاك؟ الاب ديالي دار بيه شكايه. وهز بنت خالو كريمه دار لها سيرتيفيكا فيها 17 يوم وشركة جلابيتها ومشات عندهم. ونسيت كنتي ضربت ولا شنو؟ ما ضربناش. ما شفتيهاش كنتي معاهم ولا ما كنتيش؟ ما كنتش معاهم، ما شفتهاش، ما دويتش معاها. كيفاش دارت الشهاده الطبيه هذي؟ الشهاده الطبيه مزوره. انا الحاجه الوحيده اللي كنطالب فيها الفيديو كامل هو سيدنا ومولاي الحسن انه ياخذ لي حقي ونعرف هاد الشهاده الطبيه اللي عطاوها لها هاد الطبيب او الطبيب اللي عطات هاد الشهاده الطبيه وهي مزوره وماشي من حقها تاخذها. كنطالب الطبيب الشرعي خبره مضاده، خبره مضاده من الطبيب الشرعي انه يشوف هذيك الضربه اللي فيها واش بصح بصمتي او لا. انا متاكده من نفسي انني ما درتهاش. انا فاش مشيت للكوميسيه يمكن مدورين معاهم او ما عرفتش شنو دايرين معاهم كيهدد فيها كيقول لي خاصك تخوي حي من رشيد. علاش؟ يعني ما خاصنيش تبقى هنايا. يعني ما خاصكش تبقاي في الحي فين ساكن هو. وإلا تلاقى معايا وشافني يعيط لهم يجيو هبطوني 6 شهور ديال الحبس. هذه قال لك قليله. هو يهبطك؟ هو القاضي هو اللي كيحكم؟ طيب كي مشيت عنده هو قال لي هاد الهضره. قال لي هبطك 6 شهور ديال الحبس ديال العام. قال لي عيط لينا غنجيو نهزوك. الاب ديالك هذا؟ البوليس اللي قالوها لي البارح. فين هذا الشيء؟ في الكوميسيري ديال الحي الصناعي. والاب ديالي دير بيا شكايه على السكر. انا اللي كنجي عنده الدار يوميا. يا كنتي ما ساكناش معاه، كيفاش دار بك شكايه ديال السكر؟ انا ما ساكناش معاه، دير شكايه ديال السكر. وفين شافك انت اصلا شاربه ولا ما فهمتش؟ هذا هو التزوير، انه هو كذب عليا في المحضر ديالو. دار بانك انت مازال ساكنه معاه في الدار وكتجي سكرانه. كنجي سكرانه وكنحيح عليه وكنبغي نضرب ليه بانشو بجنويه. وانت اصلا ما ساكناش معاهم دابا؟ انا ما ساكناش معاهم وبعيده منهم، بيني وبينه من النهار اللي ضربني. كنشوفوش. انت كتشربي؟ ما كنشربش انا. و 48 ساعة اللي شديت انا شديت على القهوة. شدوك 48 ساعة شدوك على القهوة يعني خدامة سيرفورا بالضوفو ديالي خدامة انا جات الحملة هزتني انا. الحملة ديالي اش اللي جات؟ الحملة كانوا كيدورو على القهاوي. قبل حاليا دخلوا هزونا. لقاوكم حالين في القهوة؟ هزوك. يعني هزو كلشي. هزو كلشي حتى الكليان. هو هذيك فاش سمعها دارها ضدي ودارني انني كنت سكرانه. كنت سكرانه وجاو البوليس وهزوني. دار السوق العالمي. انا ما كنت سكرانه ما والو. انا طلعت لابيجي وقلت لهم المحضر اللي كنت معمري ليا بانني انا نادله يتجبد دابا غادي يجبدوا لك. اصلا انت عمرك ما دوزتي العكاشه وعمرك ما هبطتي. اذا هاد السيد اللي كيقول لي انا نادني كيقول لي بلي باك هو اللي عنده الحق وانت كتكذبي. انا بغيت نعرف اشنو بينو بينو. يعني كاينه رشوه. دابا المشكل بينك وبين الاب ديالك. بيني وبين الاب ديالي. يعني كيقول اي حاجه لك. علاش باغي يخسر الصوره ديالك انت؟ ولدرجه قال لهم ان قال البوليس انهم غايجيو الناس يشهدوا عندي في الدرب غيمشيو ديكلاريو بيا. هذا الاب ديالك؟ يعني هو كيجمع الشهود وجمع الجيران باش يدعيك. لا ما كاينش. كيفاش ما كاينش؟ ما كاينش شهود. لا انا قلت دابا هو قال لك يجمع الشهود يجمع الناس. قال لهم الناس غيجيو هاد يوما غيديكلاريو. يديكلاريو بك. بيا انا. دابا انت بنتو. انت بنتو. انا بنتو. شدك شويه صاحبي ما فهمت والو انا كذب عليك واش انا سولت الناس البارح كاملين كلشي كيقول لي بلي عمرك سمعتي شي قصه بهما ود الاب يعني باغي يصيفط ولدو للحبس ولا بنتو للحبس؟ بصراحه نجاوب في المجتمع ديالنا حنايا هنا كاين بزاف ديال النماذج. كاينين الاباء اللي ماديين وكاينين الامهات اللي ماديين. كاينين كاين الاباء والوالدين كاينين الماديين. كتشوف حاليا دابا وليتي كتشوف الام
كتهاجر بنتها او كتشوف الاب كيتهاجر بنته سلام يا رب. وملي كتزولهم تيقولوا قبح الله الفقر. واش الفقر كيخليك تجري على لحمك او بنت وبالليل؟ واش كاين شي نقول لك واحد كاين شي كنقولوا حنا مثلا مغربي ربما السكينه ما عرفتش تعبر. انا ما شفتش هذا السيد ما شفتش هذا الليطا ولكن عشته. علاش عشته؟ حيت هاد السيده ملي تجرى عليها جات عندي انا. انت اللي صاحبتو معايا انا حتى ما كنا صحابات حنا غير في الخدمه بجوج تصاحبنا. ملي جات جلست معايا لدرجه انا شفت في العيد الكبير هاد الناس ما عيطوش ليها ابار واحد السيد عمها ومرته تيسولوا فيها. اما الباقيه عمرني شفت شي واحد يعني ملي كيكون جالس معاك الانسان غتسمع التليفون صف. انا كنجلس داكشي سنتش بوحدي ما تيسول فيها لا في عيد لا في عواشر. العواشر دوزت انا وياه هنا غادي يسول فيها وباغي يطلع الهبس. عيد الكبير اقسم بالله ما عيط لها شي واحد. واحد المره ما قالتش ليا انا قبل ما نعرفها راها رجلاو عليها نهار اللي بتي في الدروج. اين الدروج؟ باتت في الدروج ديال ما عرفتش اين الدروج. باتت في الدروج ديال الدار. اين دار؟ دار عندنا. مو ما حلوش لك الباب ما دخلوكش؟ نعم. بتي في الدروج ديال كامل تما؟ كامل تصبح طلعت الخدمة. انا كنت كنتوسط شي عند باها ولا شي حاجة ولكن حاليا ملي كتبغي تدخل كتولي انت خايب واللي عنده شي جوج دريال تيمشي تيبيكي عليك بالحاكة بالعربية. كيمشي تيبيكي عليك تيجلسوك اللارض حيت حنا عندنا عكسافنا خدامين بيهم. وانتوما خدامين يعني خدامين بدراعكم يعني خدامين كيف ما كانت في القهوة ولا في بلاصة المهم دراعك. انا نقول لك هنا في المغرب ماشي سيرفورة في المغرب محقورة. غتكون سيرفورة في الألمان أقسم بالله كلشي غيحترمك. أنا تنظن كلشي غيحترمك سيرفورة في المغرب محقورة خدامة بشرافك خدامة شرف راه حيت اللي باغي شي طريق راه طبة ولقاوهم تيفزدو قودات لقاوهم تيفزدو راه ماشي بالشرط تكون اللي باغي شي طريق تمشي ليها. حنا خدامين سيرفورة خدامة بدراعنا ما خصش بنادم يبقى يحقرنا حيت معايشين بها عائلات. ما خصش يبقى بنادم حنا الله اللي مطالع بينا. الواحد ما خارج خدام الا وهاد الظروف ديالو. علاش هاد السيد انا بعدا كاين هاد الاب انا ما شفتش بحالو هادشي اللي كتقول صعيب يعني اب لا بيني كيحاول انا عشتو معاه كيحاول يجمع ناس يشهدوا ضده ويصيفط للحبس. ما منعني عليها. علاش منعك من الخدمه؟ دخلت اخر مره ديال يعني خلاصه اخر مره مشيت قهوه خدمت فيها. مشيتي شي قهوه بغيتي تخدمي فيها؟ خو جلا عمك هو كيعيط لعباد الله مشى عند الام ديال السيد قال لها تخرجي قولي لولدك يخرج فلانه من الخدمه. يعني مشى عند الباترون ديالك قال ليه سكينه ما تبقاش خدامه معكم خرجوها. ما تبقاش خدامه ما تبركش حتى دقيقه. السيد فاش وصل واحد النيفو ما قدرش يصبر قال لي اختي سمحي لي. المسكين ما يبغيش المشاكل لراسو. خدمت معاه مده ساعتين قهاوي في هذه الكورونا شويه ممحنين يعني ما خصوش هو الصداع ما خصوش المشاكل. يقول اللهم نصيفط السيده ونبقى انا في مشكل. الله يستر يا رب. كملي دابا حنا مابقيتش لقيت نخدم. دابا بسببه ما بقيتيش خدامه ثاني؟ بقيت خدامه ومابقيتش لقيت نخدم وباب اللي كندخل كنلقى مسدود. ملي كتخدمي كيمشيو عند الباترون ديالك كيجريو عليا. واحد ما يبغيش مشاكل ملي غيقول ليه لا هذا بنتي والو. انا نجبد يجي عندي شي واحد مشكل ما بغيش لي مشكل غنجري عليه. اذا هو داكشي اللي كيعمل ليا دابا هادشي كامل. علاش هادشي بزاف هادشي على مرتو واخا يكون من مرتو واكل ما عرفتش شنو من مرتو واش دابا كتسافر انت بنتو انت بنتو فين هو خوك بعدا؟ خويا دابا مشى كرا مع شي دراري حتى هو خرجو خرج. شحال نتوما جوج خوت؟ ثلاثة. فين هو الثالث؟ الثالث في خيريه في اسبانيا. المهم الثالث حارق حارق هذاك في اسبانيا عتق راسو هذاك هذاك عتقوه عتقوه ولا عتق راسو كيف ما دار يعني كملي. خويا تاني في مع الدراري انا انا حاليا بوحدي هنا يعني بغيت نخدم ما كاين والو هو بغيتو غير يبعد مني. الاب ديالك هذا؟ لا لا غير يبعد مني خليني نشوف حياتي ونبني مستقبلي. من حد هو تابعني ما خلانيش نعيش في حياتي. كيجي كيسوي عليا انا في الدرب كيجي كيشد لي العسه في الدرب. ما تخالوش هي ولات كتجي عندي انا تشد العسه مابقيتش عارفهم اش كيديروا ابر ان مرتو كتصيفط هلا تهديدات من عند ناس كتقول لهم انا في شهر 10 غادي نولد وغتجي عندي اختي من الغرب وغتجيب جنويتها وغتنزل لها وغتغسل لها وجهها. خليها تجي
انا الا جات وخسرت ليا وجهي غنصيفطهم كاملين. خليها تجي كتقول لهم كتقول لهم اختي انا الا ما شفتش الدم ما كترتاحش، اختي غتجي وغتبين الدم. كتقول اختي انا عندي اختي شرعه تخمي غاتش. هو عاجبو الحال الاب ديالك عاجبو الحال. انا ديما نقول الاب ديالك لان هادشي ما صعيب باش نتقبل ان اب ولا ام يعني باغي المضره لولادو. ما لا ما تقبلها هادي سهله باش بلا ما بقى بنادم كلشي دابا غيدير علامه استفهام في دماغه. واش بصح هاد السيد اللي بغى يدير علامه استفهام يجي يطل كيفاش في نفس الحي كاريا بيت ما فيهش حتى شرجم وانت عايش انت ومرتك. انا تنقول لهاد السيده اللي تزوجت به وحامله منه حاليا واش داير الخير في هادو بقاعد الخير في هادوك اللي عندك؟ اه يعني ما داش الخير في ولادو؟ الله يرحم الوالدين، داش الخير في هادو اللي كبار اللي هزوه قبل من هادو اللي غيتزادو. راه 46 عام دابا، الدرب اللي غيولي عنده 4 سنين، شحال غيكون عنده السيد؟ 5 سنين؟ ماماك ام ديالي تاهي بدات حياتها لا يعني بدات يعني طلقوا هي دابا عايشة في السعودية. آه. بدات حياتها تما تزوجات عايشة راحتها. نتوما بقيتونا في المغرب. حنا بقينا نتحب بقى كي عرفنا. نتوما الضحايا. حنا ضحايا المجتمع. تي كتقولها محتاجة لشي حاجة كتكون ما عندي ما ندير لك. انت كتفضلي باك. قالت لك انت كتفضلي باك. حيت انا كتفضلت واحد الوقت كنت دافع تليف واحد الوقت لقيته ما كيستاهلش. الوقت اللي هي كانت باغا دير فيديو منعتها انا وقلت لها الاب ديالي. علاش بغات تصيفطو لحبس؟ كانت غتصيفطو على النفق. ما كانش المطلق الام ديالك ما كانش كينفق؟ لا كانت ديك دعات في المحكمه على النفق ديالها تاخذ سنين اللي عاشتو معاها. علاش انت ما تخرجوش من الكازا كامله ولا تحيدي انت من هذا الحي؟ لا انا كنهضر على التعليقات ديال المشاهدين كيقول لك علاش انت ما تحيديش من هنايا؟ ممكن خليه جاوب هذا السؤال. هذا السؤال هذا ماشي بالنسبه غير السكينه. حنا كاملين ملي جات الكورونا ضرينا. اقسم بالله ما كاين ريال يعني ما كاينش اللي تخدموا ولا كانوا المشاهدين غيعاونوا هاد السيده وغيعاونوا السيرفورات اللي ما خدامينش باش يخرجوا من كازا مرحبا. اللي بغى يخرج هاد السيده من كازا يجي يخرج. شهرين ما مخلصش شهرين ما مخلصش كلمة فين غنخرج احنا بلاصه اخرى خلينا مولاتها دابا تا هنا الكرا واقيلا رخيص. هنا الكرا رخيص شحال كاري نتوما؟ انا كاري ب 500 500 درهم يعني الا خرجتي منها غتكري واحد 1000 درهم ولا بغيتي تكري غير بيت انا كنقول غير بيت كنقول لك بيت واحد هي القليله بيت واحد 800 درهم 900 درهم بيت واحد كتلقى بعيد على حي منى شد اخاني بنادم ولا باغي يعيش بالكرا دابا حيت كاين الخدمه اصلا هذه يعني جارتنا كتعرفنا انا من الصغر يعني مصيبه معايا في الثمن بلاصة اخرى ما غنبقاش بحال الثمن عايش الناس محترمينك ما كاينش اللي غيقلل منك وما كاينش اللي غير يعني الحي ديالكم هذا الناس كيعرفوه كلهم كيعرفوا يعني راجيه دابا خاصة شي ما كناش كان جاي 29 عام كلهم كيقولوا لك الناس خوي من تما وعيشي حياتك بدا حياتك ما عندهاش امكانيات ما عندهاش امكانيات كاينش ما عندهاش امكانيات اقسم بالله زعما تلقاش الخدمه في شي بلاصه اخرى باش تشري الخبز واش انسان ما خدامش هاد المشاهدين غيشوفوا معايا انسان ما خدامش منين انت ما خدم لا بليبار ديال المغرب كامل منين انت ما خدم من شهر ثلاثه يعني دابا حاليا باش تجمع 500 درهم خاصها ترقق وجهها وما عرفتش دابا حاليا راه كيدير بنادم الموقف راه كنصبنو باش ناكلو المهم حلاله طيبه المهم كتمشي تعمل لي وكتجيب لي باش شريتها خبزه ما بقى عتمشي تكري لا لا يلا هادشي اللي كاين ياك هادي القصه المرونه ديالك الله يصونك ان شاء الله الله يصونك الله يصونك المهم نحطو الرقم ديالك عفاكم غنحطوا رقم المساعده اللي يقدر ولكن باحترام عفاكم غنحطوا رقم ديال المساعده اللي باغي يتصل بها ينصحها او يدعمها او يقدر مثلا خدمه ليها او السيده اللي معها هي اللي عندها تقريبا 4 الوليدات وكلهم يعني بغرفه واحده بهذ الكلمه يعني كلهم معذبين بسبب فيروس كورونا الناس اللي ما بقاوش لقاو الخدمه ديالهم. اعطيني الرقم ديالك 06 97 84 89 89 89 67 67. عفاكم هذا هو الرقم ديال سكينة اللي باغي يعاونها هذا هو الرقم 06
97 84 89 67 إذن نعم ممكن قولي قولي سمعت قلتي واحد الكلمة أنك عفاكم باحترام أنا قبل ما نقول لكم إحنا كاع مواطنين كاع شعب الحمد لله كاع المسلمين هاد السيدة في مشكلة وكل واحد فينا في المغرب عنده مشكلة كل واحد غير هو أي إنسان بغي يحكم على شي حاجة دير هاد السيدة أختك بنتك أمك وإلا كنتي أنت كتحترم نفسك غتحترم الناس الآخرين قبل من أي واحد يقول شي كلمة خايبة راه الدنيا هادي الدنيا كدور حتى حنا كنا عايشين بخير وكنصوروا 100 درهم في النهار أبار خلصتنا إلا كانت مساعدة راه ماشي فقط غير مادية معنوية مادية ومعنوية ربما اللي ما غيقدرش يكتب ولا ما عندوش واتساب ولا ما بغاش ولا ما بغاش غيساعدها غير بالدعوات ربما بكلمه طيبه غتصاوب لها خاطرها ربما بنادم غينصحها ربما بنادم غيقول الله يصلح الله يجمع الشمل الله يهديه والله يهديها فوالا هادشي اللي كاين اما باش انسان غيحكم وتالي الكومونتير يكونوا كيدعموا بنادم ما يديروش شي حاجه لحقاش الله غالب راه شحال من واحد كيجي اكتئاب بهاد الحاله وداك الاكتئاب كيوصل لبعض مرات الحاد كينتا كتبتي ذنب بلا ما تعرف برافو لك بين واضح اذا مشاهدي قناه شوف تي في الرقم كيف قلنا يعني حتى اللي غتصل يعني تصل لهدف هو دعم مادي او معنوي يعني شوفي التليفون كتب الله جوبي شوف عفاكم الناس يتصلوا باحترام ودعاء ولا اللي لقى لها شي خدمه ولا لقى لها شي حل حيت كل واحد ما كيعرفش امتى تقدر تقلب عليه تقلب عليه الامور واخويا مالك ما عرفتش واحد قال لك شويه ونعاود نصوني لك يمكن خدمه يعني خدا من لايف اذا مشاهدي قناه شوف تي في تبارك الله لكم ونهاركم مبروك باغي تزيدي شي كلمه صافي تبارك الله لكم